لقب وده سمارة بطل المغرب. خلينا نشوف اللي هيحصل ايه. نروح مع معلقنا الكابتن مجدي حطب الى صالة الامير عبدالله الفيصل نقل احداث المباراة وارجع لحضراتكم بعد المباراة نتناولها بالتحليل الفني. الاهلي في كل مكان. اخر لقاءات دور قبل النهائي، الاهلي المصري مع وده السمارة المغربي. من يصعد للنهائي نتمناها مصرية ان شاء الله. مثل النادي الاهلي في لقاء اليوم حراسة المرمى سيد محمد عصام، اثنين من حراس المرمى الممتازين معاهم اللاعبين النهاردة. محمد ابو الفتوح رقم اثنين حماصة، محمود فايز نعيم رقم خمسة، احمد عبد الرحمن رقم ستة، مصطفى خليل 7، محمد ابراهيم 8، اسلام حسن 9، محمود عاصم حماد 11، محمد عبد الرحمن بودي 15، احمد حسام ميدو 18، محمد عبد الوارث 19، عمرو الايوبي 22، ابراهيم المصري 44، محمود زكي 75، عمر حجاج 90. ده تشكيل لقاء الاهلي. اما فريق وداد السمارة المغربي فبيمثله حراسة المرمى النهاردة رقم 1 محمد التحيتي، رقم 12 مهدي عبيد، رقم 3 رشيد حامد، رقم 4 أسامة الشايف، رقم 7 مراد بلحو، رقم 10 تاتي كريستيان وده محترف من كونغو برازافيل، رقم 14 حمزة منان، 22 حسان الرزازي، 66 يزيمة عمراني، 82 يوسف زروال، 90 سعيد الملكي، 94 المهدي العلوي، 99 منتصر عين الناس. مشاهدينا الكرام، يمكن اللقاء دون صورة بالكربون من لقاء البطولة الماضية زي ما ذكرنا مع الاستوديو التحليلي. قدر النادي الاهلي يفوز فيه اللقاء السابق وقدر ان هو يخش دور النهائي. هل يفعلها الاهلي؟ يمكن. النوبة اللي فاتت فوزنا 33-18 لكن اللقاء بدأ سريعا. مشاهدينا الكرام، وعلى طول كده محمود فايز نايم على التنفيذ، جنب منه احمد حسام ميدو بيطلع الكوره على طول في النص، اسلام حسن هات وخد لاحمد حسام ميدو، اسلام حسن تاني يطلع من على الدايره، محمد ابراهيم يستلم جري من غير كوره، تقطع كويس احمد حسام ميدو يعدي يلا يا اولاد، واتقطعت الهجمه الاولى. تبقى الهجمه مغربيه وده السماره، وده السماره المغربي اولى هجماته. نركز برضو مع نمره 10 الطاطي المحترف من الكونغو برازافيل، يمكن ده احسن لعيب عندهم. وموجود ايضا رقم 3 رشيد حامد، ولد بيجري سريع جدا صانع العاب بيعدي على طول. 3 يستلم الكوره رشيد جري من غير كوره، تمرير استلام كويس قوي تقع منه، تبقى الهجمه اهلاويه يلا يا اولاد يلا يا اولاد عدي كمل يا مصري، لكن على طول الكوره تروح للجناح ويقف على كورته ويستنى. هجمة أهلاوية منظمة، أحمد حسام ميدو على طول، إسلام حسن تغيير في المراكز مع
مصطفى خليل، تبادل الادوار، احمد حسام ميدو على الدائره، محمد ابراهيم يقطع، ترجع تاني محمود فازلم، حلوه وهدف اول، هدف اول. اسلام حسن بيخش وبيقطع كويس قوي، ادي اسلام بيعدي ويسجل اول اهداف اللقاء. يلا يا اولاد نصوب بره بره الملعب، رميه مرمى، رميه مرمى اهلاويه، اتلعبت الكوره سريعه على طول بتسقط عند محمود فايز نعيم، لكن لما دفاع وده السمار المغربي يلعب هو المرتده السريعه وهو جول ويشيلها، الحمد لله يشيلها الحمد لله. والله شايف هادي رفعت في الملعب، هادي رفعت في اللقاء. تاني الهجمه اهلاويه على طول، مصطفى خليل، احمد حسام ميدو، محمود فايز نعيم، اسلام حسن، تمريرات من الخط الخلفي على طول، مصطفى خليل يستلم لاسلام، طلع لاحمد حسام ميدو، يبدا الهجوم الدفاع المغربي يطلع علينا من بره، لكن احنا عندنا ناس بتجري كويس، في تقاطع في الارواح كويس قوي ويعدي. يلا يا اولاد، يلا اولاد الدايره، ويسجل احمد حسام، ويسجل احمد حسام ميدو، ويسجل احمد حسام ميدو من الجناح، بيخش ويسجل، ادي احمد حسام ميدو اهو استلم الكوره من اسلام حسن ويعدي ويسجل هدف تاني، اتنين لا شيء. يلا يا اولاد سبقنا طبعا للمربع للنهائي غدا ان شاء الله الاتحاد الليبي، لكن خلينا في المباراه دلوقتي. تاتي ياخد فاول، رميه حره على طول، يلعب رقم 7 مراد، لكن التصويبه لسه ترجع لتاتي، يحاول يعدي لرقم 3 رشيد حامد، وهو التصويبه وهادي هادي يا هادي يا هادي، هادي رفعت يمنع، هادي رفعت يزول، والمرتده يا راجل مشي الكوره، يا راجل مشي الكوره، مشي الكوره، كنا جبنا الهدف الثالث على طول. الكره بتتنقل، اسلام حسن في النص صانع العاب، في اليمين احمد حسام ميدو، الجناح مستني محمود فايز نعيم، لكن غير الملعب عند احمد حسام، يطلع لمصطفى خليل، هات وخد من الخط الخلفي، تمريرات بالعرض، يطلع من على الدايره يستلم، ترجع تاني لاحمد حسام، والله محمد ابراهيم كان قاطع، لكن ترجع تاني لمصطفى خليل، وفاول وانذار اول على طاطي، انذار اول للفريق المغربي ضد سماره، على طول مصطفى خليل يبدل معاه احمد حسام، وتمريرات بجري من غير كوره، محمد ابراهيم يقطع على طول، اسلام حسن يعدي، يلا يا ولد، وكان الكوره كده نازله عند محمود فايز نعيم من خلال والله احمد حسام، لكن تاني احمد حسام ميدو، عدي وكمل لفايز نعيم، هيسجل هيسجل الهدف الثالث، الهدف الثالث، قلت لحضراتكم هيسجل، بيخش محمود فايز نعيم من الجناح، والهدف الثالث للاهلي، 3 لا شيء. على وده السمارة المغربي، تاتي هات وخد، نخلي بالنا من الراجل ده رقم 3، ورشيد حامد، تاني هات وخد من التمريرات من بره، لكن دفاع الاهلي ملتزم، حتى الان هيقطع يطلع يطلع يقطع، تاني لسه الكوره مع رشيد، يحاول يعدي، شوف ثغره في دفاع الاهلي، لكن في صفاره فاول على الاهلي، بيتكلم معاه كده مع احمد حسام، بيقول له ما تمسكش بفانيلا، ادي طاطا اهو، دي تصويبات كده زي ما كان عبد الوارث الكبير بيعملها، بيطلع لفوق قوي ويتني ظهره ويسجل، ان شاء الله ما تتعملش معانا النهارده. ادي طاطي، تمريرات بالعرض توصل لرقم 4 سامي الشايف، التصويبه خارج الملعب، رميه مرمى، هادي رفعت سريعه وعلى طول، والله لكن يشيلها حارس المرمى رقم 1 محمد التحيتي، يشيلها وتبقى الهجمه اللي وده السماره المغربي على مهله، تمريرات من بره، استلم رقم 3 رشيد حامد، زي ما قلت لحضراتكم بيتبادل الادوار وبينزل كصانع العاب، رشيد هات وخد مع اسامة الشايف، تمرير وجري من غير كوره، تقاطع من بره من الخط الخلفي، تصويبه لكن في الدفاع المصري، وعلى طول يلا يا اولاد، يلا يا اولاد عدي وكمل، عدي وكمل، ويسجل 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 الهدف، والله بكار بكار عاد من الاصابه اهو وبيخش ويسجل، عمر الوكيل بكار رقم 31، الهدف الرابع الاهلاوي، 4 لا شيء. يلا يا اولاد على طول تاتي، هات وخد مع رشيد،
تغيير في المراكز اللاعبين خارج الملعب رمية مرمى يبقى الهجمة المرتدة حسام يلعب ميدو يطلع كرة لبكار ويسجل ويسجل بكار ويسجل بكار الهدف الخامس. يلا يا أولاد مش عايزين ندي فرصة لحد ان يتكلم معانا. وعلى طول هنا المدير الفني المغربي زوران ومعاه عمر حمير بيطلب وقت مستقطع. 5-0 نتيجة تقيلة على فرقة المغرب زي ما حضراتكم سمعتم من استوديو التحليلي. هم أبطال المغرب 3 سنين متتالية سواء في الكاس أو في الدوري، لكن إحنا المصريين إحنا الأهلوية إحنا أبطال أفريقيا. 5-0 أدي طبعا زوران بيتكلم مع فرقته بيحاول كده نشط الذاكرة وهيحاول يسجل أكيد حد من بره اللي قاعدين على الترابيزه ينزله. هيغير في سكور ولا ايه؟ يا ترى هيغير في تشكيلاته؟ شايف رقم 7 مرات، شايف 3 زي ما هو بروشايد، ممكن يعدل الصفوف داخل الملعب، لكن ان شاء الله يكون خير لينا باذن الله. انتهى الوقت المستقطع. 5-0 اهلاوي، وده الثمره المغربي. الاهلي المصري دور قبل النهائي، هات وخد من الخط الخلفي عن طريق رشيد، توصل لتاتي للشايف ولا لمين الناحيه الثانيه اسامه، هات وخد، تاتي يستلم يرجع من على الدايره يعدي رقم 4 اسامه الشايف، لكن تسويبه وتيجي في الدفاع وتسجل، تيجي في الدفاع ويخش اهو، تيجي في الدفاع ما شافهاش هادي رفعت، حمزه منان يسجل وعلى طول بيرد وراه ورميه جزائيه، رمية جزائية ومعها هديتين لأحمد حسام ميدو. دفاع من الداخل، دفاع من الداخل، مظبوط الكلام، دفاع من الداخل. يلا يا أولاد رايح على طول محمود فايز نعيم، يلا يا حودة ايدك والجود ويسجل الهدف الساتر. 6-1 6-1 نتيجة حلوة والله، يعني الكل هيفهم المقصود منها ايه. 6-1 حتى الآن الأهلي المصري وده الثمارة المغربي، هجمة أهلاوية وده الثمارة على طول، هات وخد. طبعا احنا مش عايزينها، ادناها 6-1 لسه الكرة، تمرير استلام الخط الخلفي عند تاتي توصل لرقم 3، متميز الراجل ده نخلي بالنا، متميز الراجل ده نخلي بالنا. رشيد حامد اعتمد عليه وده الثمارة المغربي في كثير من الأحيان، لكن لسه الهجمه اهلاويه المغربيه. تمرات يستلم من بره يحاول يعدي لكن دفاع الاهلي يمنع، ولسه تاتي لكن على طول يقابله الوحش ابراهيم المصري، ياخد فاول تاتي. الدقيقه الثامنه من زمن الشوط الاول، التقدم ما زال اهلاوي 6-1. تاني الكره بتتلعب على الدايره، ابراهيم المصري يقطع لكن في صفاره وفاول تاني، صفاره وفاول تاني. ادي الكورة بتعد ابراهيم المصري كان هيطيح بشرط اللعب السلبي، يحاول يشوط لكن والله الدفاع المصري، الدفاع الاهلاوي يمنع على طول. محمود فايز نعيم يخلص كورته لبكار، هيعدي نص الملعب كمل، واحمد حسام لك والله كان مصطفى خليل اللي مكمل في الكوره اللي فاتت. لسه الهجمه اهلاويه، اسلام حسن ميدو بكار على طول مصطفى خلع الدايرة، استلم محمد ابراهيم والمرتدة السريعة لرقم 3 ويخش ويسجل. قلت لحضراتكم رشيد حامد بيجري كويس قوي، عنده مهارة بيجري ويسجل. رشيد حامد هو مكمن الخطورة في فرقة وداد السمارة المغربي، هو وطاطي رقم 10. تمرير واستلام مصطفى خليل، احمد حسام ميدو يطلع محمد ابراهيم على الدايره يستلم لميدو تاني، ترجع الكوره عند مصطفى خليل يحاول يعتمد على نفسه ويعدي لكن ياخد فاول، رميه حره. تاني التمريرات والله، ده اسلام حسن على طول لمصطفى خليل، التصويبه لكن خارج الملعب، رميه مرمى، رميه مرمى
لو ده السمارة المغربي. اتلعبت قطعها النادي الاهلي. يلا يا اسلام، يلا يا اسلام، يلا يا اسلام وسجل اسلام، يلا يا اسلام وسجل اسلام حسن هدف سابع اهلاوي. بصوا اسلام بيعمل ايه، عدى خدع سجل هدف سابع. 7-2 اهلاوي. اتغيرت النتيجة بعد 6-1 بقت 7-2. والديال 10 حتى الان. تمريرات من الخط الخلفي، هاتوا خطة من السمع الدايرة لكن يشيلها على طول الدفاع الاهلاوي ومعها صفارة. فاول رمي التسعة عبطار من بره، فاول من بره. اتلعب السريعة لكن على طول هادي الهادي يشيلها والباس بريك السريع لمحمود فايز نعيم ويسجل ويسجل. الله عليك يا هادي، الله عليك يا محمود يا فايز يا نعيم. هيروح لهادي يسلم عليه. 8-2. يلا يا اهلاويه قربنا قربنا يا اولاد. ادي التمريرات من الخط الخلفي، هات وخد. طاطي نزل في النص، اترجع كده، رجع على الجنب في اليمين في الشمال. رشايد حامد الناحيه الثانيه، اعتقد اسامه او مراد بالحاو، مراد رقم 7 الناحيه الثانيه على الدايره موجوده اهو. طاطي كصانع العاب بيطلع من بره يشغل الفرقه. طاطي لرشايد، تغيير في مراكز اللاعبين. 14 حمزه منان بيطلع يستلم، طلع كره تاني لطاطي توصل عند اسامه وتسجيل للهدف، وتسجيل للهدف الثاني. ولا 14 مراد حمزه منان، حمزه منان بيخش ويسجل. 8-3. وادي المرتده السريعه تاني، وهادي هادي 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 يشيل كره انفراد وعلى طول الكره تتلعب للاهلي. بكر يقف على كورته ويستنى. يلا يا بكر. مصطفى خليل، احمد حسام ميدو، على طول محمود فايز نعيم. تمريرات من الخط الخلفي، اسلام حسن يعمل مراكز كده، يغير ويتبادل الاماكن هو واحمد حسام ميدو. احمد حسام يطلع يستلم، محمد ابراهيم ترجع تاني لاحمد حسام، يكمل في الجناح بكار، والعارضه والعارضه والعارضه. معلش يا بكار، معلش يا بكار، رجع من اصابه بكار. وادي احمد، وادي والله اسلام حسن يقطع الكوره ويسجل، ويسجل هدف تاسع اسلام حسن. بص الكوره بقى، قطع الراجل، عمل دريبل بطول الملعب ولا اروع يا اسلام يا حسن. ودي ال 13 9 بيسجل الهدف التاسع اسلام حسن، رقم 9. وتاني الكره تاتي، على طول تصويبه لكن الهادي هادي هادي رفعت يشيلها، تبقى رميه مرمى اهلاويه. عايز يلعب الفاست بريك السريع لكن واقف قدام منه اسامه الشايف على مهله لابراهيم المصري. هيطلع ابراهيم المصري، ينزل اسلام حسن، بيغير اماكنه كتير قوي اسلام، معه يا اما مصطفى خليل اللي راح في النص دلوقتي، يا اما احمد حسام ميدو اللي في الباك اليمين. تبادل ادوار وتبادل مراكز. محمد ابراهيم يطلع من على الدايره يستلم، هات وخد معاه ميدو ليه احمد حسام تاني. فاول ورميه حره على طول محمد ابراهيم. احمد حسام، اسلام حسن هيبدأ يطلع على اليمين، عندنا أكتر من لاعب بيجري. تاني اسلام، عدي حلوة 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 حلوة، كرة من ألعاب الهوا. اسلام حسن بيطلع محمود فايز نعيم في لعبة من ألعاب الهوا. الهدف العاشر الأهلاوي. 10-3. يلا يا أولاد، مهارة جمال، إيه الحلاوة دي؟ على مهله طاطي، توصل الكرة عند رشايد حامد باك اليمين مراد، هات وخد. يحاول تاني رشايد، ياخد فاول رشايد حامد. وصلنا للدقيقة 15 وعلى طول لسه تاني أسامة لرشايد، بيعمل خداع ويكمل لكن ياخد فاول ورمية حرة. وادي طبعا بدلاء الأهلي، احنا ما عندناش حاجة اسمها تغيير، عندنا تبديل في كرة اليد. تاني طاطي يحاول يعدي لأسامة لكن مقطوعة من دفاع الأهلي. وبكار
بكر 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 ويسجل ويسجل عمر الوكيل بكر الهدف 11. بكر جالكو سجل يا بكر، عد يا بكر. 11-3 يا اولاد، الله عليكم يا سهره الاهلاويه النهارده، الله على السهره النهارده. تمريرات من الخط الخلفي، بدا يستلم في النص اوروشاي زي ما قلنا لحضراتكم، بيتحرك كويس هو وطاتي. اخطر اتنين في الملعب من وده السمارة المغربي، طاتي يحاول كده يدخل حمزه منان، لكن في فاول لوده السمارة. على طول رشيد لطاتي، هيطلع من على الدايره يعمل له تحجيز، يقطعها والله ابراهيم المصري لبكار بكار بكار بكار، وهدف 11 بكار، والهدف ال 12-3. الاهلاويه ناويين على النهائي رايحين، الاهلاويه ناويين على النهائي رايحين. 12-3 هجمه تاني لودا السمارة المغربي، والله هيتكرر السيناريو وهنكسب ان شاء الله ودا السمارة زي ما عملنا الدوره اللي فاتت، مع الاحترام الكامل للاخوه الاشقاء المغاربه. عفوا، هذا زمن الاهلي وتصويبه، لكن تخش كده تخدع هادي. وهدف الرابع ليه ودا السمارة المغربي، 4 ودا السمارة. هذه التصويبه زي ما قلت لحضراتكم، هو المميز رشيد، رشيد حامد على مهله النادي الاهلي. اسلام حسن بدا ينزل كده، رقم 2 حماصه في الباك اليمين، ريحنا شويه. على طول تبديل بقى زي ما قلنا، مفيش حاجه اسمها تغيير. حماصه بينزل، ميدو بيطلع، اي حد موجود الاهلي بمن حضر. تاني حماصه على الدايره، محمد ابراهيم وهدف، الله عليك الله عليك يا محمد ابراهيم، الله عليك يا حماصه. الكره بتتلعب في سلاسه، بيخش محمد ابراهيم من على الدايره يسجل هدف ولا اروع ولا اجمل. 13-4 طاتي، عفوا يا وداد سمارة المغربي، هذا زمن الاهلي. تاني الكره لطاتي، تمرير واستلام من بره 9 امتار، تصويب الحمد لله الحمد لله. هادي رفقت، فاست بريك سريع، بكار بكار كلاكيت، لا اهدى بكار اهدى بكار اهدى بكار. ادي بكار اهو خارج الملعب يا دوبك في العارضه، رميه مرمى لودا السمارة المغربي، رميه مرمى اتلعبت على طول لودا السمارة. طاتي رشيد حامد على طول عند مراد، تاني هات وخد، توصل لطاتي يعدي يحاول يخش، ورميه جزائيه ومعاها عقوبه الدقيقتين، رميه جزائيه ومعاها عقوبه الدقيقتين. هنشوف مين اللي خارج، انا شايف طبعا حماصه، حماصه واخد دقيقتين، حماصه واخد الدقيقتين. نشوف بقى كده من اللي راح يشوط، اعتقد رشيد هو المتخصص اهو، رقم 3 رشيد حامد يصوب، وهادي هادي زي ما قلنا رشيد حامد متخصص. عندنا برضو المتخصصين في صد الرميات الجزائيه، هادي رفعت النهارده عريس، هادي رفعت النهارده يهيز، النهارده هادي رفعت يومه يحتفظ. وصلنا للدقيقه 19 والهجوم الكاسح الاهلاوي، على طول عبد الوارث، ونريح اسلام شويه، عبد الوارث والله اسلام في الملعب راخر، وادي التمريره والتصويبه والهدف عن طريق بكار، هدف ال 14 عن طريق بكار. وادي طبعا جمهور الاهلي الكبير المتواجد في صاله الامير عبد الله الفيصل بالقاهره اللي بننقل لحضراتكم منها بطوله افريقيا رقم 34 الاهلي وده السمارة المغربي، دور قبل النهائي. على طول اوعى رجلك، اوعى، انا قلت عليها قلت عليها والله، الراجل ده بيطلع عالي قوي، بيفكرنا اهو بسامح عبد الوارث لما كان بيصوب التصويبه دي ويسجل منها. الهدف الخامس، 14-5
يلا يا اهلاويه، عبد الوارث هات وخد، محمد ابراهيم يستلم، محمود فايز نعيم يحاول يعدي، يعملوا تحجيز محمد ابراهيم لكن اتحسبت عليه اربع خطوات، مرتده سريعه، فاست بريك، هو الجون ويسجل، هو الجون ويسجل رقم اربعه اسامه الشايف، اسامه الشايف بيسجل هدف في هادي رفعت. معلش يا هادي، عبد الوارث والله موجود جنب اسلام حسن، ادي اسلام لعبد الوارث. والله كابتن عاصم حماد النهارده بيشكل تشكيلات كتيره في الملعب. بكر، اسلام، محمود فايز نعيم يستلم، والله مين ده؟ مصطفى خليل، هات وخد، ادي التمريرات، والله حماصه اللي نزل، حماصه، حماصه هو اللي نزل، والتصويبه والهدف، هدف 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 اهلاوي، الهدف ال 15 15 6 وهادي يشيل، والمرتده، يلا يا اولاد، يلا يا اولاد، مين جري على طول يقطع يسجل، يسجل والله، والله اتحسبت ايه؟ ما اتحسبتش، ما اتحسبت في القائم، ما اتحسبتش في القائم، ادي الكرة تاني اهي في القائم، فعلا في القائم، احنا قلنا من جوه الشبكه، لسه الهجمه اهلاويه، رجع حماصة، اسلام حسن في النص، ادي التمريرات من الخط الخلفي، محمد ابراهيم على الدايره، عايزين يطلعوا على اسلام لكن عندنا البديل اللي يجري تاني، يعدي حماصه يستلم، والله عبد الوارث اهو، يعني لو طلع على اسلام عبد الوارث موجود تاني، يعدي حماصه ارتقاء عالي على الدايره يسقط، يلا يا حماصه، ده محمد ابراهيم، يلا يا محمد ابراهيم، معلش معلش، والله كانت جمله حلوه، طلع ارتقاء عالي سقط على الدايره لمحمد ابراهيم، لكن معلش خارج الملعب. تاني طاطي، مش عايزين يصوب التصويبه دي تاني، على طول رشيد حامد لطاطي، هات وخد رشيد، يطلع يستلم من على الدايره، يمكن ترجع تاني عند 14، حمزه منان لرشيد لطاطي، اوعى اوعى التسجيل، البلوك، برافو برافو هادي، برافو برافو هادي، وبرافو البلوك، برافو هادي وبرافو البلوك، 94 المهدي العلوي بيشوطها، لكن هادي هادي يشيل، هادي رفعت يشيل، عبد الوارث، تمريرات من الخط الخلفي، حماصه موجود، بدا يدفع بمحمود عاصم حماد في الجناح مكان بكر، قلنا لحضراتكم هدف، هدف ولا اروع من حماصه، هدف، ادي حماصه اهو بيشوط ويسجل، بيشوط ويسجل، قلنا لحضراتكم ان بكر عاد من اصابه، عشان كده ريحه شويه ونزل محمود عاصم حماد. 16 6 طاطي بيتفق مع حاجه يعملها، ترجع عند ورشيد حامد في النص كده، حمزه منان، تغيير في المراكز لطاطي، 4-2 على الدايره لرشيد لطاطي، ارتقاء عالي لكن البلوك معاه، وتصويبه وهادي يشيلها، ورميه مرمى، هادي ادي الصوره قدام حضراتكم، 16-6، 23 دقيقه ونص، يعني الدقيقه 24 على مهله، حماصه حماصه، يلا يا اولاد، عبد الوارث هات وخد من الخط الخلفي، تاني حماصه لعبد الوارث، التمريرات كتيره والتصويبات هتيجي منين؟ محمود فايز نعيم، ادي رجع تاني على الدايره يسقط عبد الوارث، لكن فاول، رمية حرة، ومعاها دقيقتين على لاعب، وده الثمرة المغربي، خرج رقم 10 طاطي، استريحنا شوية، نستريح منه شوية، تاني هجمة أهلاوية، اسلام حسن، عبد الوارث،
حاول يطلع تاني الجناح محمود عاصم حماد يسجل. محمود عاصم حماد يخش من الجناح اهو ويسجل الهدف ال 17 17 6. يلا يا اهلاويه قربنا النهائي يناديكم امام الاتحاد الليبي ان شاء الله. تاني هات وخد منان حمزه منان ليه رقم 3 رشيد حامد وتغيير في مراكز اللاعبين بيلعبوا 5 لكن لسه 14 هو حمزه منان. 4 اسامه الشايف 3 رشيد حامد المنان تاني للشايف حاول يسقط لكن مقطوعه من دفاع الاهلي وهو وجود هو وجود ويسجل. ويا راجل يا راجل يا محمود يا محمود يا عاصم كان هدف اكيد لكن معلش يا اولاد معلش يا محمود تتعوض تتعوض. ادي بكار في الصوره قلت لحضراتكم راجع من اصابه بكار هو طبعا وعمر حجاج نتمنى لهم التوفيق ان شاء الله على الاقل يكونوا معانا في النهائي. يلا يا اهلاويه على طول الشايف اسامه اسامه يعدي ويسجل يعدي ويسجل اسامه والله ده منان حمزه منان 14 حمزه منان 14 يسجل حمزه 17 7 والدقيقه 26 اربع دقائق تفصيلنا عن نهايه الشوط الاول. على طول هات وخد من الخط الخلفي عبد الوارث طلع ليه الله عليك الله عليك يا ولد يخش على طول والله رقم 9 اسلام حسن اسلام ياخد كوره حماسه ويخش ويسجل الهدف ال 18 18 7 اكتمل فريق وداد السمارة المغربي بقى في النص رشيد حامد يجري من على الدايره يستلم منان توصل لطاطي طاطي للشايف يحاول يعدي لكن دفاع الاهلي جامد هنا في دفاع من الداخل اعتبر الحكم ورميه جزائيه على احمد عبد الرحمن اهو عدى دخلهم لجوه الراجل وخد رميه جزائيه دفاع من الداخل رميه جزائيه دفاع من الداخل. يلا يا هادي هادي رفعت يلا يا هادي يلا يا هادي يشيلها هادي يشيلها هادي قلت لحضراتكم العريس هادي العريس النهارده هادي اهو بيشيل الكوره ويلمها عبد الوارث ويبدا الهجمه المنظمه الاهلاويه. بكر والله حماصه حماصه عبد الوارث هات وخد مع حماصه لعبد الوارث تاني لاسلام حسن طلع على طول محمود عاصم حماد كنت ترجع تاني على الدايره محمد ابراهيم يلا يا راجل يلا يا راجل احسب دقيقتين ورميه جزائيه دقيقتين ورميه جزائيه والله كان احمد عبد الرحمن دقيقتين ورميه جزائيه اهو احمد عبد الرحمن لف باللعيب رقم 94 المهدي العلوي اداله دقيقتين ورميه جزائيه. هينزل بقى مهدي عبيد حارس مرمى الثاني لوداد السمارة المغربي مهدي عبيد لكن والله محمود فايز نعيم قادر يلا يا محمود يلا يا محمود الهدف ال 19 بيهوش مره ويسجل الهدف ال 19 19 7 والدقيقه 28 دقيقتين اتنين تفصلنا عن نهايه الشوط الاول نص الفرحه هتكتمل ان شاء الله. طاطي هات وخد خط الخلفي بيتحرك كويس لطاطي التاني توصل لاسامه الشايف لكن ترجع تاني في الجناح عند رقم 7 مراد وتصويبه لكن خارج الملعب فاول ورميه حره اهو 14 حمزه منان ياخد فاول ورميه حره اتنقلت الكوره على طول لطاطي للشايف يحاول يسقط على الدايره لكن دفاع الاهلي جامد ترجع تاني للشايف واشاره اللعب السلبي طاطي ايش شايف اسامه واتحسبت الكره اهلاويه على طول يلعب المصري لحماصه لمحمود عاصم حماد
لكن يشيلها حارس المرمى، يشيلها حارس المرمى والديها 29. يلا يا اولاد ديها واحده 19-7، نتيجه تقيله برضو على فريق ودا السماره المغربي. لكن احنا عايزين النهارده نفرح ونسجل فوز كبير على ودا السماره. يلا يا اولاد تاني التمريرات من بره، تعطي طلع كرة عن طول للمجتهد، لكن الحمد لله رشايد حامد، لكن عندنا هادي رفعت، عندنا هادي رفعت. تاني حماصة سقط على الدايرة، يصوت يسجل حماصة، يسجل حماصة الهدف العشرين 20-7. ادي حماصة اهو رقصنا كلنا وعمل انه هيسجل، ايوه ينزل الكورة لاحمد عبد الرحمن، لكن يسجل حماصة الهدف العشرين. تاتي على طول هات وخد، أسامة الشايف تمريرات بعرض الملعب، دفاع الأهلي وقف تاتي ياخد فاول. تاتي في هنا دقيقتين على إبراهيم المصري، أدي إبراهيم المصري ياخد دقيقتين إبراهيم، وأدي الجمهور الكبير اللي موجود في صالة الأمير عبد الله الفيصل بالقاهرة بالنادي الأهلي. على طول تاتي سقط على الدايرة، حلوة ولد، ولد حلو، ولد حلو والله، ولد حلو والله تاتي. وعلى طول الكورة الأهلاوية وهدف، ما شفناش من اللي جابه، ما شفناش الهدف ال 21 من اللي جابه، أكيد هيتعاد تاني. والله كده باين، باين الفرحة على نجمنا إسلام حسن. ومعاها مشاهدينا الكرام بينتهي الشوط الأول بتقدم أهلاوي 21-7. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، استسمعكم في فاصل صغير ونعود مرة أخرى لننقل الشوط الثاني. تقبلوا تحياتي، معلقكم مجدي حطب. الملعب المباراة صالة الأمير عبد الله الفيصل، والشوط الثاني شوط التتويج، الأهلي المصري 21 ودا السمارة المغربي 7. هجمة مع ودا السمارة، تاتي اللي قلنا عليه هنلاقي جنبي منه على طول موجود رشايد حامد، أربعة أسامة الشايف، أدي التمرير بالعرض، هات وخد من الخط الخلفي. تاتي ليه رشايد للشايف اللي بيحاول يخش، وفي رمية جزائية دفاع من الداخل على النادي الأهلي، رمية جزائية مغربية ودا السمارة. هنشوف رايح ده رقم كام ويخش ويسجل، رقم 66 ياسين العمراني. ياسين بيسجل الهدف الثامن، يبدأ الأهلي أول هجمة ليه في الشوط الثاني. تمريرات من الخط الخلفي، عبد الوارث على طول توصل، اسلام حسن يستنى ويستلم كده، محمود عاصم حماد، لكن على الدايره سقط كره حلوه 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 حلوه، كره احمد حسام بياخد كورته والله، بيخش رقم 6 احمد عبد الرحمن من على الدايره بيستلم ويسجل الهدف ال 22 احمد عبد الرحمن على الدايره. تاني تاتي طلع كورته عند أسامة الشايف لرشايد حامد للشايف، يسجل الهدف التاسع، يسجل رقم 4 أسامة الشايف الهدف التاسع. ادي أسامة بيسجل اهو، والله دفع كده كابتن عاصم حماد بمحمد عصام حارس منتخبنا القومي للشباب والدرجة الأولى مواليد 96، وهو رقم 96. تاني الهجمة الأهلي يحاول، تمريرات من الخط الخلفي، أنا شايف والله زكي والله عمر حجاج رقم 90، والكرة الطويلة وعلى طول على الجناح ويسجل، ويسجل بكار. ده مين اللي راجع؟ ده محمود فايز نعيم، محمود فايز نعيم بيسجل، محمود فايز نعيم بيسجل الهدف ال 23. بدأ يدفع بباشجي اهو، رقم 22 في الدفاع عمرو الأليوبي. تاني لسه الهجمة
لو ده السمارة المغربي على طول طاتي يطلع من على الدايره المنان بترجع تاني لطاتي ليه رقم 3 رشيد بيشوط تيجي في الدفاع اللي ما تاني رشيد يحاول يساعد على الدايره لكن يشيلها عصام تبقى هجمه مرتده سريعه ولا انا شايف 90 اهو في الملعب عمر حجاج سلامات يا عمر وتصويبه وهدف تصويبه وهدف عمر حجاج سلامات يا عمر سلامات يا عمر يا حجاج سلامات يا عمر يا حجاج ايه الهدف قلت لحضراتكم عائد من اصابه هو بكر عشان كده كابتن عاصم حماد هيدفع بيهم على فترات معينه تاني الهجمه ليه وداد السمارة المغربي ايش شايف طلع كورته لمنان حمزه حمزه المنان ليش شايف لطاتي اوعى التصويبه اوعى التصويبه اوعى التصويبه وهدف من طاتي الهدف العاشر وهو رقم 10 ادي طاتي هو بيسجل طاتي بيسجل وادي زوران السربي يفكرنا والله بزور كابتن زوران اللي قعد مع منتخب مصر وعمل كرة يد في مصر زوران بنادوفيتش تاني الهجمة عمر حجاج يلا يا اولاد عبد الوارث يسجل يسجل حماصة يسجل حماصة يسجل سريع جدا وعلى طول عصام يمنع هدف الهدف ال 25 للاهلي عن طريق حماصة وترتد سريع جدا لكن يشيلها عصام يشيلها محمد عصام هجمة اهلوية عبد الوارث على طول حماصة هات وخد من الخط الخلفي مع عمر حجاج تمريرات بالعرض لحجاج طلع كورته عبد الوارث كمل سقط في الجناح انت ترجع تاني من محمود عاصم حماد فود يهتم على لاعب وداد السمارة المغربي اهو رقم 4 اسامه الشايف هياخد دقيقتين نستغل بقى ناقص العدد ونزود الفرق اكتر كمان عايزين نوصل ل 33 يا اولاد وعلى الدايره لكن قطع وداس على الدايره تبقى فاول على احمد عبد الرحمن طاتي على مهله يبدا بقى وده السمار المغربي يطول زمن الهجم وادي طبعا مشجعي النادي الاهلي متواجدين في الصاله صاله الامير عبد الله القيصر بالقاهره بالنادي الاهلي بالجزيره على طول الكره بتتلعب تاتي يطلع من على الدايره مراد ترجع تاني ليه ايش شايف تصويبه لكن يشيلها عصام تيجي في البلوك ويشيلها عصام ويرضها حجاج على طول ليه السريع يخش ويسجل يخش ويسجل محمود عاصم حماد الهدف ال 26 25 10 محمود عاصم حماد بيسجل الهجمه ليه وداد السماره المغربي على مهله على طول رشيد وصلنا للدقيقه السادسه رشيد لطاتي تمرير واستلام يحاول طاتي تاني على الدايره لكن مقطوعه تبقى الهجمه اهلاويه على طول عصام يلعب ليه محمود عاصم حماد يسجل يسجل محمود عاصم حماد يسجل الهدف ال 26 ادي عصام اهو بيقول له خش يلا يا محمود وسجل يسجل محمود عاصم حماد 26 10 هجمه لوداد السمارة المغربي طاتي تغيير في المراكز مع رشيد حامد توصل عند الشايف اسامه الشايف لرشيد تاني التغييرات حمزه منان الشايف لحمزه يحاول يعدي للشايف لطاتي يكتمل يحاول تاني التصويبه لكن يرجع تاني رقم 66 ياسين العمراني والتصويبه لكن خارج الملعب رميه مرمى رميه مرمى اهلاويه اتلعبت من محمد عصام وادي الجمهور الكبير اللي موجود في الصاله باجيو يسلم الكره ويطلع وينزل مكانه وادي برضو عبد الوارث نزل ونزل بقى النبادي كمان محمود زكي يبقى محمود زكي موجود في الملعب هو وعمر حجاج الباكين في النص عبد الوارث في الجناح
محمود فايز نعيم والجناح الاخر محمود عاصم حماد وجري من غير كوره يقطع كويس قوي. يلا يلا يا زكي سجل يا زكي، لكن ترجع الكوره من حارس المرمى تبقى الهجمه لوداد السماره المغربي. تاتي طلع الكوره عند الشايف، اسامه الشايف لتاتي للشايف حاول يخش ياخد ايه ادى دقيقتين لزكي وحسب الهدف، ادى دقيقتين لزكي اعتقد وحسب الهدف 11-6 مظبوط الكلام. على الدايره موجود احمد عبد الرحمن، هنلعب خمس افراد، محمود زكي هات وخد، طلع الكره على طول عند محمود عاصم حماد، عبد الوارث توصل على طول بعد الدايره حلوه، احمد عبد الرحمن يسجل، احمد عبد الرحمن يسجل الهدف ال27، ياخد تمرير عبد الوارث الحريريه ويسجل من الهدف ال27 27-11. تاتي منانا هيطلع للشايف في الباك اليمين، يحاول كده يعمل خلخله في دفاع الاهلي، لكن الاهلي مع الكرة على طول. تاتي اسامه الشايف، تاتي هات وخد لرشايد حامد، لتاتي لاسامه الشايف، حاول يسقط للجناح لكن فاول ورميه حره. وادي عمر حجاج في الصوره طبعا، تاني بيحاول اسامه ويسجل، ويسجل من الباك اسامه الشايف رقم 4، اسامه بيخش ويسجل اسامه الشايف الهدف ال12 12-27. عبد الوارث في الصوره جنب منه محمود زكي، هات وخد من الخط الخلفي، يطلع محمود عاصم محمد يستلم، محمود فايز نعيم ايضا تمريرات كتير قوي من الخط الخلفي الاهلاوي توصل لزكي، يحاول يعدي زكي يكمل زكي لكن فاول ورمي حره، فاول لرمي حره 27-12. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، دور قبل النهائي الاهلي المصري وداد السماره المغربي، ان شاء الله يكون الفائز فيه الاهلي ويلاعب بكره ان شاء الله باذن الله الاتحاد الليبي. تاني الكره عبد الوارث محمود زكي، والله والله نزل عمر حجاج، عمر حجاج استلم زكي يحاول يعدي سقط على الدايره يسجل، يسجل من على الدايره احمد عبد الرحمن، يسجل من على الدايره، ادي زكي اهو بيدي تمريره لاحمد عبد الرحمن على الدايره يخش ويسجل الهدف ال28 28-12. اسامه الشايف رقم 3 في النص، رشايد حامد باك الشمال دلوقتي، تاتي للشايف لرشايد يطلع من على الدايره يستلم، ترجع تاني لتاتي في النص، ياسين العمراني هات وخد تسجيل في مراكز اللاعبين توصل لتاتي، ارتقاء عالي لكن الحمد لله بره الملعب، في تصويبه كده بيقول عليها ان هو جت في ايد حد من لاعبي الاهلي تبقى رامي الجانب. تاتي تاني توصل على طول للجناح لكن خارج الملعب الحمد لله، عصام يمسك والباس تبريك سريع محمود عاصم، وراجل ده في زقه بالظبط موجود كان داخل اهو احمد حسام ميدو، الراجل مديله زقه اهو احمد حسام ميدو، ده المفروض فيها عقوبه، ده المفروض فيها عقوبه كمان مش رميه جزائيه بس. والدقيقه 12 مشاهدينا الكرام 28-12 نازل حارس المرمى محمد التحيتي، شوف بقى كده من اللي راح يشوط، الكاميرا جايبانا طبعا محمود زكي، يلا يا محمود يلا يا زكي يلا يا زكي ويسجل، ويسجل زكي، يسجل محمود زكي
الهدف ال 29 29 12 ينزل تاني حارس المرمى مهدي عبيد، تعطي طلع الكرة لمراد، تغيير في مراكز لاعبين وداد السمارة المغربي، يحاول يعدي صوت كان في صفارة، فاول رمية حرة اتلعبت على طول عند تاتي ليه اسامة الشايف، وادي التمريرات لتاتي يطلع على طول رقم 7 مراد، وسقط على الدايرة ياخدها ويسجل، ياخدها من على الدايرة ويسجل رقم 90 سعيد المالكي، سعيد بياخد من على الدايرة وهو يسجل الهدف ال 13 لوداد السمارة المغربي، 13 29 عبد الوارث كده، الباكين موجودين محمود زكي وعمر حجاج، زكي عبد الوارث يطلع من على الدايرة، زكي ليه عمر حجاج يصوب، لكن رمية مرمى، رمية مرمى لوداد السمارة المغربي. وادي جمهور الاهلي، قلت لحضراتكم الصالة ان شاء الله بكرة تكون مليانة عن اخرها مع الاحتفال بختام البطولة وان شاء الله التتويج بالكاس. على طول الكرة بتتلعب، هات وخد من الخط الخلفي، مراد لطاطي لمراد يحاول يعدي 4-2، يطلع الدفاع من بره يقابل على الدايرة مقطوعة ويبقى المرتدة، المرتدة الاهلاوية، زكي 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 محمود زكي، لكن بيشيلها حارس المرمى النبادي، بيشيلها حارس المرمى النبادي، هارد لك يا زكي، وبرافو مهدي عبيد، اخوة المغاربة طبعا النهارده بيقدموا ارتقاء، بيقدموا عرض كويس والله، لكن قدام بقى الاهلي البطل صعب جدا. تاني رقم 90 سعيد الملك، وهذه الصورة على طول مع المدرجات، واعتقد في هدف كده ال 14. أربعة عشر تسعة وعشرين، عبد الوارث، عمر حجاج، محمود عاصم محمد، عبد الوارث على طول عند زكي، هات وخد زكي على الدايرة، أحمد عبد الرحمن يطلع، محمود فاز نعيم لعبد الوارث، طلع لزكي، يستلم زكي ويقف على كورته، ياخد فاول زكي رامي الجانب، محمود فايز نعيم يلعب لزكي لعبد الوارث، يعدي عبد الوارث يطلع الكرة تاني، لسه بيحاول يصوب ويسجل، ويسجل عبد الوارث الهدف اهو، عبد الوارث بيسجل هدف ال 30 30 14. واضح كده ان احنا هنعدي نتيجة الموسم اللي فات او الكاس اللي فاتت، كنا فايزين 33 18، لكن احنا حتى الان 30 15. ادي بيخش هو يسجل حمزه المنان، والهجمه اهلاويه، محمود عاصم حماد نزل بقى تاني، مصطفى خليل ليه عمر حجاج، هات وخد مع مصطفى خليل لزكي، تاني التمريرات، احمد عبد الرحمن يطلع من على الدايره يستلم لعمر حجاج لمصطفى خليل، حجاج طلع لزكي يحاول يعدي، سقط في الجناح عند محمود فايز نعيم، وعلى الدايره حلوه 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 حلوه، محمود فايز نعيم بيسقط كوره ولا اروع ولا اجمل لاحمد عبد الرحمن، يخش يسجل، وده هو بيسلم عليه الهدف ال 31 31 15. لسه الهجمه ليه وداد السمارة المغربي، تاتي طلع لي منان يحاول يعدي يسجل، يحاول يعدي ويسجل رقم 99 منتصر عين الناس، خش ويسجل منتصر الهدف 16 16 31، هجمة الأهلاوية
على طول عمر حجاج، مصطفى خليل، محمود زكي، تمرير من الخط الخلفي، مصطفى ليه على طول حجاج، يستلم يحاول يعدي يطلع ليه محمود عاصم حماد اللي بيسقط كرة حلوة حلوة على الدايرة لأحمد عبد الرحمن يسجل الهدف الـ 32 أهو. أدي محمود عاصم حماد بيطلع الكرة ليه على الدايرة أحمد عبد الرحمن يسجل الهدف الـ 32 32-16 دبل سكور. يلا يا أولاد لسه الهجمة مع عودة السمارة المغربي على طول يلعب 14 في الباك اليمين دلوقتي حمزة المنان، في الجناح مراد، ودي تغييرات المراكز لوداد السمارة المغربي، المنان في النص، سعيد الملكي تصويبة لكن محمد عصام، محمد عصام كلاكيت يشيلها، كلاكيت يشيلها محمد عصام على طول. مصطفى خليل يبدأ، محمود زكي على مهله يطلع هات وخد تاني حجاج ليه زكي لمحمود عاصم توصل لحجاج يحاول يطلع كده عند مصطفى خليل ترجع تاني لحجاج لمحمود عاصم حماد تمريرات بالعرض توصل لمحمود زكي يعادي زكي ياخد فاول زكي لسه الهجمة أهلاوية والتصويب لكن خارج الملعب رمية مرمى لفريق الوداد السمارة المغربي اتلعبت سريعة عدى نص الملعب هات وخد من الخط الخلفي توصل للمنان حمزة المنان تاني يحاول كده يعمل على الدايرة تسقيطة وينجح ينجح يسقط على الدايرة لرقم 90 سعيد الملكي خش ويسجل ادي سعيد الملكي اهو بيستلم ويسجل هدف 17-32 جمهور الاهلي في كل مكان افريقيا تناديكم ده صوت النادي الاهلي على طول مصطفى خليل هات وخد عمر حجاج يعدي الناحيه الثانيه عند زكي لحجاج لمصطفى خليل احمد عبد الرحمن يطلع يستلم لزكي الحجاج لمصطفى عدى مصطفى هيكمل لكن ياخد فاول رميه حره فاول رميه حره احمد عبد الرحمن يطلع يلعب وجري من غير كوره مصطفى خليل توصل لزكي يعدي يكمل لكن فاول فاول ورمي حره تاني عمر حجاج تغيير في مراكز لعيب الاهلي في النص بقى عمر حجاج موجود في الباك اليمين زكي يطلع احمد عبد الرحمن يستلم يطلع لمصطفى خليل ولا لمين اتقطعت الكوره تبقى الهجمه لوداد السمارة المغربي ياخدها التاني حجاج ويطلع لوحده خالص ويسجل ويسجل احمد حسام ميدو ميدو يسجل الهدف ال 33-17 اذكر حضراتكم ان لقاء الدوري اللي فات اللي احنا خدنا فيه الكاس كانت نتيجة الوداد المغربي معانا 33-18 لصالح الاهلي اللي جاي ده زيادة يلا يا اولاد 14 المنان والدقيقة 21 تفصيلنا وعلى طول تصويبة لمحمد عصام باجيو الاليوبي عمر حجاج زكي زكي مصطفى خليل على مهله لزكي احمد حسام ميدو محمود فاز نعيم قلت لحضراتكم تشكيلات كابتن محمود كابتن عاصف حماد في الملعب كتير وتاني الكوره ورميه جزائيه
رميه جزائيه. بص حضراتكم اهو، كان داخل مصطفى خليل في زقه ورميه جزائيه. حسبها ايه؟ ده حسبها من بره، حسبها رميه حره. تاني مصطفى خليل، عمر حجاج، هات وخد من الخط الخلفي، توصل تاني لزكي، ارتقاء عالي، تصويبه، لكن تيجي في عرس المرمى تبقى رمي الجانب. ادي اهو في كوره، التصويبه الجامده جامده والله، لكن يشيلها حارس المرمى. نقلت الكوره ليه؟ وداد السماره المغربي، على ماله خالص، تمريرات بالعرض، توصل ليل منان، حمزه المنان، هات وخد. الصوره كده بتقف شويه، لكن بنتابع مع حضراتكم. تاني ويخش ويسجل، يخش ويسجل، رقم 66 ياسين العمراني، الهدف 18 18-33، دي نتيجة الكاس اللي فاتت لما أقصينا الوداد المغربي ووصلنا للنهائي. تاني الكرة لسه، عمر حجاج، مصطفى خليل على طول لزكي في الجناح عند محمود فايز نعيم، لكن أطول من اللازم، برامي الجانب، اتلعبت على طول لوداد السمارة المغربي. تاني لسه، المنان طلع الكورة عند ياسين العمراني، هات وخد مع المنان الياسين، ويحاول يعدي كده ويصوب، لكن على طول محمد عصام يشيلها، يبقى رمية مرمى أهلاوية، ولا كان يوسف زروال هو اللي داخل وشايط. مصطفى خليل على مهله، أحمد حسام ميدو على طول لزكي، لأحمد حسام تاني، هات وخد، يطلع أحمد عبد الرحمن من على الدايرة، توصل لمصطفى خليل، يسيبها لزكي، عدى زكي ويصوت كده، لكن شارع حارس المرمى. تاني الهجمة ليه؟ وداد السمارة المغربي، حمزة المنان على مهله لرقم 7 مراد للمنان، تاني تمريرات بالعرض، يحاولوا هم كده يستهلكوا الوقت، يمكن توصل تاني الكوره للمنان، هات وخد تاني، هيحاول يصوب، لكن الحمد لله خدها مصطفى خليل، واتلعب السريعه ليه؟ عبد الوارث يسجل الهدف ال 34 34 الاهلي 18 وداد السماره المغربي. لسه الكوره مع وداد السماره، على مهله خالص سعيد المالكي، يطلع كورته، وصلنا للدقيقه 25، وتاني التمريرات هتاخد من الخط الخلفي، 14 حمزة المنان على مهله، يحاول يعدي ويصوب، لكن في فاول ورمية حرة، فاول ورمية حرة، يمكن في تقطيع كده في الصورة من المصدر خارج عن إرادة القناة خالص، فبنعتذر لحضراتكم مشاهدينا الكرام. تاني الكورة لسه، هات وخد، الخط الخلفي ياسين العمراني، طلع للمنان لياسين العمراني، يشيلها محمد عصام، يشيلها محمد عصام، يبقى الهجمه اهلاويه. احمد عبد الرحمن، مصطفى خليل، زكي، ميدو، توصل ليه؟ محمود فايز نعيم لميدو، تاني لزكي، لمصطفى خليل، كل دي تمريرات بالعرض لعبد الوارث، لسه من الخط الخلفي. تاني الكرة، زكي يعدي يكمل،
طبعا في التقطعات دي احنا وادي النتيجه قدام حضراتكم. الدقيقه 26 و34 18 وادي زكي بيحاول يعدي. تاني الكوره تصويبه و يلمها حارس المرمى و 35 18 35 18. يلا يا اولاد خلاص داخلين على النهائي ان شاء الله. بكره باذن الله هيكون النهائي المصري الليبي الاتحاد الليبي قدام الاهلي المصري. التصويبه لكن يا فاول اتحسبت ولا اتحسبت ايه هنشوف ونتابع. 14 واقع حمزه المنان. ادي حمزه المنان اهو بيشوط ويقع لكن يا ترى حسبها ايه؟ ما اتحسبش الهدف لسه الهجمه ليه؟ وده السمارة المغربي. ادي التمريرات من بره هات وخد ارتقاء ولا تصويبه لكن دي يرجع تاني لسه للمنان يشوط لكن والله على الكوره على طول معاه اول باول زكي تبقى رامي الجانب اتلعب السريعه هات وخد من الخط الخلفي يحاول وده السمارة المغربي لكن تصويبه وهدف تصويبه والهدف ال 19 19 35 داخلين على الدقايق الاخيره من زمن الشوط الثاني والمباراه ونقول مبروك للنهائي ونقول مبروك الوصول للنهائي. محمود زكي محمود فاز نعيم ميدو لزكي لا والدقيقه 28 قلنا لحضراتكم خلاص بقى بنلعب في الدقايق الاخيره دقيقتين تفصلنا عن نهايه اللقاء والصعود للنهائي. تاني زكي يعدي يكمل يزكي زكي يسجل 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 زكي عدى قلت لحضراتكم هيعدي ويكمل زكي ويسجل زكي الهدف 36 36 19 الف مبروك للنادي الاهلي الصعود للنهائي بكره باذن الله قدام الاهلي الليبي زي ما توقعناها الاتحاد الليبي زي ما توقعناها ان شاء الله عربيه تنتهي اهلاويه مصريه. تاني التمريرات من بره هات وخد من الخط الخلفي ايه المنان لكن يرجع تاني دفاع الاهلي يشيل احمد حسام ميدو اتلعب التاني للوداد السمارة المغربي يحاول يطلع عند حمزه يكمل لكن الحمد لله خارج الملعب رميه مرمى خارج الملعب رميه مرمى المهدي العلوي. نادت الهجمه اهلاويه اعتقد كده في الدقيقه الاخيره من زمن اللقاء على طول كده لوحده زكي ليه احمد حسام ميدو هات وخد زكي على طول طلع عند مصطفى خليل لزكي ليه ميدو تاني التمريرات توصل لزكي لعبد الوارث ليه زكي يحاول يعد طلع لعبد الوارث على الدايره احمد عبد الرحمن يستلم ويسجل يستلم ويسجل الهدف ال 37 احمد عبد الرحمن من تمريره ولا اروع ولا اجمل من عبد الوارث. وادي الملعب يسخن الملعب نسخن مع المباراه النهائيه خلاص ان شاء الله. عبد الوارث لزكي عبد الوارث لزكي لمصطفى خليل تاني الميدو لزكي لعبد الوارث على مهله خلاص خلاص هنصفر خلاص يا اولاد 37 19 وبيسلم زكي وبي لسه بالكوره معاه اهو وبيسلم زكي الكوره وبيسيبها وبينتهي اللقاء. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان بفوز ولا اروع ولا اجمل 37 الاهلي 19 وده الثمره المغربي عشان بكره ان شاء الله الاهلي المصري مع اتحاد ليبيا على المركز الاول والثاني. مشاهدينا الكرام سعدت بكم ارجو ان اكون قد استمتعت معكم بهذا اللقاء مع اطيب تمنياتي مع لكم الرياضي مجدي حطب دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.